واحد بيقول لماذا صعد المسيح بعد 40 يوما؟ كانت 40 يوم لازمة انه يثبت ايمان التلاميذ ويعالج الشكوك اللي جت ويحدثهم عن الامور المختصة بملكوت الله. اللي ماسك الامبليفاير يوطي شوية لان معليها. واحد بيقول انا شخص حساس لدرجة كبيرة، فعندما اسمع او اقول اخبار عن افعال تمس مسيحيتنا وكنائسنا اتضايق كثيرا وانفعل بشدة، لدرجة اني لا اقدر ان انام من الضيق والانفعال. يا ابني ربنا ما بيسمع الحاجات دي وساكت، فانت ليه تتضايق؟ صلي ان ربنا يحل الامور، وضيقتك مش هتفيدك بحاجه.